السلام عليكم حبايبي الغالين. تصريحات مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي اليوم بعد مباراة لاتسيو وقبل المباراة. اهلا بكم حبايبي الغالين. قبل ما نكمل الفيديو وبطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. النهاردة طبعا كلنا عارفين ان كانت مباراة المغرب ولاتسيو ضمن تصفيات امم افريقيا اللي هتقام في المغرب 2025، وللعلم ان دي تاني مرة يقام في المغرب بطولة امم افريقيا. وضمن المباريات اللي لعبتها المغرب كانت لعبت مع الغابون في اول افتتاحيات التصفيات وفازت على الغابون بنتيجة 4-1. اليكم كل التفاصيل. صرح الكابتن وليد الركراكي مدير منتخب المغرب الشقيق لكرة القدم وقال كنا واثقين كل الثقة، وكنت واثق في لاعيبتنا، وكنت عارف ومتأكد ان احنا هنقدم مباراة قوية وهنفوز بالثلاث نقاط. وقال كل اللعيبة بلا استثناء قدموا كل اللي عليهم وبذلوا كثيرا من الجهد للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط. وبكده يا جماعة اصبح رصيد المغرب 6 نقاط بعد فوزها بنتيجة 4-1 على الغابون وبعد فوزها طبعا على لاتسيو. واكد الكابتن وليد الركراكي وقال ان احنا كنا بنبذل كل الجهد ان احنا ما نتحطش في اي موقف محرج، لان فريق لاتسيو فريق مغمور واول مرة نلعب معاه وما كناش نعرف عنه اي شيء، ولكن لعبتنا قدوا اللي عليهم ولعبوا بكل جهد وقوة. وقبل المباراة يا جماعة صرح وليد الركراكي وقال ان انا واثق كل الثقة في كل اللعيبة المغربية وعارف ومتأكد ان مفيش حد هيقصر وهيعملوا اللي عليهم. وبالفعل يا جماعة المنتخب المغربي ولعيبة المنتخب المغربي قدوا مباراة قوية جدا، وكل لعيب كان حافظ التمركز بتاعه ومكانه بكل دقة وكانوا بيلعبوا مباراة نارية. المنتخب المغربي النهاردة قصاد لاتسيو أدى مباراة قوية جدا ومتعنا بكرة قدم عالمية. طبعا كلنا عارفين المنتخب المغربي يضم لعيبة كبار جدا منهم أشرف حكيمي وحكيم زياش وياسين بونو، وكلهم بأمانة ربنا أدوا اللي عليهم وعملوا مباراة قوية جدا وقدروا ان هم يفوزوا على لاتسيو وان هم يحصدوا الثلاث نقاط. كل التوفيق لمنتخب المغرب الشقيق في المباريات القادمة ان شاء الله. بطلب منكم الاشتراك في القناة ودعمها علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد من فيديوهاتنا القادمة وأخبارنا الكروية.